كنا سوا، كنا بناكل الكسرة الرهيفة بالطماطم، كنا سوا، كنا شعب واحد، كنا قاعدين في القضارف في الخرطوم في أي محل سوا. أجاب الخلاف السلطة، وهم قالوا هذا يفك السلطة. بس الموضوع كله أنا ما عندي معك مشكلة، أنت شمالي ولا أنت ما عندك معي مشكلة، ولا ما في حاجة اسمه عنصرية ولا كلام فارغ. ما في تقول لي كامل كاريزما لا كسر، أنا ما عندي معك مشكلة، مشكلتي أنا في زول ظالمني من حبوبة حبوبتك. بس ما تنتصر والله ليوم الدين، والله ما أنت تكون متضرر. جنجويد ده ما بخاف منك، بخاف مني أنا. كنا سوا، كنا في أي محل سوا، حسي الناس قاعدين في الخرطوم سوا، حسي قاعدين في القضايف سوا، قاعدين في أي محل سوا، رخمي لايفاتنا ده قاعدين سوا. لكن الناس اللي بيجوا بعلقوا هنا دي بيجوا بعلقوا لك، هنا بنكب الخرف في وشك، ما فاضل لك. زمان ما بنقدر نرد، أقل حاجة كلاب مارسين تجي تجيب لنا ناس الجهاز بتاعت أن نلقاه دول مني أنا يا نوباو يا قرباوي، دقني لما يطفي لي عيني ده نقى شفته كده، شفته عيني واحدة يقدوا لي عيني وما أعرف المهم يخصوك ده ما في تاني، ما في دول نوباوي ولا دول قرباوي، انا انت جهاز امني تمشي تدقني، انا تدقني ليش شنو ذاته؟ تدقني في بيضي تخزيني ليش شنو ذاته؟ انت المشكلة من ذاته؟ منو قال لك؟ ما انت خد نفسك في محلي انا، ليه يعني تدقني؟ انا الشمالين ده ظالمينك يا حبوب، الله يرضى عليك، الشارع من السلطه في الاتحاد الاوروبي، ليه ما في في كلام زي ده؟ ما في، انت ما ممكن تكون زول قطيع ساكت يا اخي، زول حمار ساكت، عبد ساكت ما عندك اي موضوع. تعرف حقك، تعرف الليك ولا عليك في الدولة؟ ما ممكن يعني انت، ما ممكن انت ماشي قطيع ساكت، انا بوليس وانا بوليس بدك شنو؟ والله قاعدين ابسوك ساكت، يقول لك دق الاب الاب. هذا كلام انت قال ان انا لما كنا قاعدين ما قاعدين نرد، قاعدين نرد على الكلام ده. لكن بحددوا بطوارئ. الدولة ده طبعا حق امه، طيب هسي حق امك ولا الدولة دي جارين من الخرطوم ليه؟ ما تقول ودقوا الجنجبيل ده ولا خايفين منه؟ نقوم هيا زي الجنجبيل قال لك العربي يفتخر العربي كعروبه كده دقوا، وزول عربي انت خايف من العربي كيف يعني؟ انت في ما في من الله خلق الدنيا ما في عربي يخاف من العربي. لكنهم ذاتوا الناس دي ما اعرفهم طبعا. راسهم تبشى زي راسي ده ما اعرف بلاكات صر، انت عربي كده يعني 50-50 لكن هو قروبته 1%. ها طيب 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 يهودا يهودا الزول عينه اليوم ما في يا زول حكم شمالي ده، احنا ما دارينه كله كله دارين حكم كشكول، شماليين ياخذوا 25% بس ما عندهم تاني اي حاجه. ابو جنجويت ينده والله المشكله، نحن كشماليين الجنجويت ديل نفسهم بنشوفهم عبيد بلا عرب معاهم. طيب الزول ده ندق البروفايل حقه. طيب حلو ماشي، اهلك بس يموتوا بيقتلهم طبصهم من الوجود. انت قال لك انت لو راجل تشوف الجنجويت ديل عبيد فاطلعهم من البيت ده، هو ده الجنجويت. ففي النهايه قلت لك، وفي النهايه يعني الموضوع يا جماعه الموضوع ده ما بنحل الا بحرب اهليه. انا مش قاعد يقول لك الشباب كلهم روادته بس 20 مليون يفوت يفضل ال 20 مليون يعمروا البلد، اي دول يستسلموا اي دول يقعد تاني. الموضوع انتهى، لكن الانجهيه والقله ادب ده ما بينفع. الانجهيه ده لازم ينتهي باي شكل من الاشكال. دقيقة نربط السماعة هنا عشان آخر الرناق ونقفل. والله تتركب بس ما ده عربي وأنت عربي صح؟ أركب وأنت مالك أنت فاضي ليه يا زول؟ ده ما عربي زي كلامه أسمع. لا حبابك والله يا أحمد كثر أول حاجة، نحن ما عندنا معك مشكلة، نحن مشكلتنا مع الجلاوة دي الماسكين الدولة لهم 30 سنة ولا 40 سنة دي. نحن مشكلتهم معاهم وانتو ناس مهمشين ونحن ناس مهمشين، لكن خلاص التهميش الزمان ده بيجي ما فيه، ودول 56 انتهى طفي بعد السودان تسأل الجميع. والله العظيم الناس اللي دي الماسكين الشغلة دي كان هم كده اليوم خلتهم لنا نحن براهم. والله العظيم
عدينا معاه اسبوع بس، اسبوع ده والله العظيم واحد كله تلقوه يعني لا فيني معه، لكن مشكلتكم بس الزرقاء، ناس الزرقاء كلهم قاعدين وكلنا في الطريق ما خلونا كله كله. والزرقاء دي احنا ما عندنا معاهم مشكلة، احنا عندنا مشكلة مع الجلابة، مشكلتنا مع الجلابة ومع الزرقاء. الزرقاء هم ذات ناس مساكين ومسنة يعني، انا احنا مظلومون وهم مظلومين، لكن خلاص الجلابة دي عملوا لنا فتنة بيننا وبينهم، مفترض هم الزرقاء دي يفهموا المعركة دي ومعركتهم. المعركة دي ما حقت المعركة دي حقت عرب وعرب، دير انجليزي والمعسكرين مكنجلوهم في حكم، ودارين احنا نطلع منهم الحكم، والحكم ده ما يلوهم بس حكموا لهم 30 سنة ولا 40 سنة على حساب هم، والدولة السودانية دي تدعي للجميع ولا للعرب. شكرا لك النقطة دي بس. والزرقاء دي احنا ما عندنا معاهم مشكلة، احنا عندنا مشكلة مع الجلابة، مشكلتنا مع الجلابة ومع الزرقاء. الزرقاء هم ذات ناس مساكين ومسنة يعني، انا احنا مظلومين وهم مظلومين، لكن خلاص الجلابه دي عملوا لنا فتنه بيننا وبينهم، مفترض هم الزرقاء دي يفهموا المعركه دي ومعركتهم. المعركه دي ما حقت المعركه دي حقت عرب وعرب، دير انجليزي والمعسكرين مكنجلوهم في حكم. بس واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح. انسحب يا صاحبي، انسحب، ده واضح جدا. انت شيل بندقيتك وابقى طرف يندقوا تشوف البترس على منو، زي اجا زي مني قال لك بس بكون قاعد طرف زي بعيد مربي الدين وشوف الترس على منو، تمام. واطين النازل واضح، ولا بيدسوا ولا بيتر، بجوني عديل كده في الخاص، عارفيني انا طبعا ما بطيقهم ولا ما بتفق معهم، لكن برضه بجوني بس عارفين انه كويس انه واثقين. حتى رفيز هذا يتكلم قال يا كسر انتوا رقمي انه ما بتتفقوا مع العرب وكذا، ما المهم طلع اهلك قال من الجيش، يتكلم في لايف حقه لقيته، لكن ربيع عارفني انه انا بكرهه ما بدور، لان انا دول ما عنده خير لاهله ما عنده خير للناس، وانا علي حنوم زي ده انا مغبون منه مغبينه شديد خلاص، ما تشوف كده ما دايره، فهسي انا ذاتي بكون قاعد بعيد بس بكشف زي ده، بغمض عيوني كده الاثنين ده شوت او كشف ده بس بتبسم ين، ما عندي لك حاجه، انا ما برضه قاعد اموت يعني الموت ده، وما واحد انت امك احسن من امي انا، اختك احسن من اختي انا، كلنا بقينا مغتصبين وكلنا مركوبين، كلنا الجنجبين ركب فينا موضوع خلاص. النقر رجالنا برقم بس. طيب طوالي بلوك في نص راسك طوالي يا جمارك، انت بليت ولا شنو؟ انت ذكي على منو يا زول؟ ما بتزاك علي انا، طوالي بشوطك الجمارك طوالي، شوف شغلتك على وين، انت وشخ ولا شنو؟ تحبل يا زول انت، الصلاة العامل زي نفس المصارع ده تاكلني هناك انت، تاريخ كده ما انا فاهم عايز، طوالي برا امرك روحك. طيب اي تعليق شفته كده ما تبع انا عارفه معي، والله امشي بس انت، بس انت راجل اهي، امشي امرجوم من البيوت، وانا اتحدى قاعدات الجيش واتحدى القوات المسلحه كله، خلي بكره ده اي خديتهم اسبوع، قال لي شنو؟ قال لي يوم السبت صح؟ السبت الجيش خليه يعلن الخرطوم نظيفه، بغلبه ما حبة جنجويد كلهم 20,000 ما تعمين، يجوا 200-300,000 يخشوا الخرطوم يتلبوا في البيوت ينتهوا منهم يمسحوهم موضوع انتهى، موضوع بسيط يعني الخرطوم بس يعني قدروا دي يعني ما حاجة كده، ما دولة، وانت ما قاعد تحارب دولة تانية، لو طيب خشيت في معركة مع أسوبيا تعمل شو؟ لو ينتهي منك الأسوبيا ولا يستخدم معاهم سياسة الأرض المهروبة، رش المواطنين ومعاهم وهردم الأمارات جت في راسهم، بكون وديت لك 5 مليون مواطن وانتهيت من الجنجويد، ما هتعمل شنو يعني؟ زول قاعد في أمارة خلاص بكون قاعد بكشف لك بالعين البايظة، بديك مهلة بمرو. والله يا أخي أسمع، المشكلة بتاع العنصرية ما عنصرية ده يا أخي، أنا عنصري المشكلة بيه
موضوع بسيط يعني، ما بتحددني بعنصري، انا عنصري ما دايرك يا اخي، انا بكرهك ما دايرك. الجنجويتي قال داير اقلع منك السلطه، وانا قلت داير اقلع منك السلطه، وناس جبال النوبه قال داير اقلع منك السلطه، والعذرابات قال داير اقلع منك السلطه، ناس الدمازين قال داير اقلع منك السلطه، المك ابو شوطات ده قال والله الا على جثثنا قاعد اذا ولما ذات الجنجويت قاعد معاهم، معناته ماسك السلطه منه في شمالي ظالم قاتل مجرم عفن وسخ خسيس، تندق بس تتبلى بس تجري لما تجري بترول ده يتكسر في البروحان ويتكسر شفته في راسه، في النهايه الجيش ده بيتأنن بشويه لانه الضغط بيكون عليهم كثير، يومي يومي فقدان، يومي قتلوا منهم كم طوالي بينسيبوا بينسيبوا الجنجويت ما بحكم بلد، ما يقدر يا دول والله، لو مثلا السودان ما يحكم، يحكم شنو؟ ما يحكم يا دول، بس بكون انتهوا طوالي اذا عداك شنو؟ الجنجويت اوريدي كده لما نحن نرجعك نجيب بندقيتنا بقى مارق، موضوع انتهى، الا يقعد كمواطن، انت تسقط بس، وانا اكد لك القادات بتاع الجيش ده دولة 56 ده والله يسقط قسما بالله يسقط، دولة بتاع الشمالين ده الهجمة الوهادي ده الناس جت من زمان 200 شوف ما في تاني كويس. طيب ده واحد قاعد هنا يا اخي، انا عنصري المشكلة بين عنصري ده اكتبها قبل اليوم ما قلت لكم اكتبوا احمد كسر عنصري من السعودية لولاية فيكتوريا الفورس، مشكلة بين يعني انا انصر في حقي ايزي اقطع نزلها في اي محل ذاته دخلها في جيبك ذاته، انا ما شاهدك لا خلاص ما عندي لك حاجة سوى. ما تخوفني بانك انت يا اخي انا انصري، مشكلة بين. طيب الحوزة في القضارب قالوا دايرين، طيب دقيقة التاريخ ده معروف فوق دايرين يبلوا الجنجويل، والله يا اخي انا ما بقدر بقول للهوسه ما تتجندوا لانه ده ما شغلي انا، لكن تلبلب كل اللحمه في لب العيش بيجيب لكم ملاوى الضباط، تحيه للهوسه، وانا ما بقدر بقول للهوسه ما تتجندوا تحياتنا ليم، لكن نصيحتي ليم انا داير انصحهم كهوسه عشان نكمل اللايف، كهوسه كده انت تجندوا ما في اشكال، قول ليم ودونا دارفور انا دارنا ندق لكم الجنجبين من دارفور، بس قول ليم قولوا للجنجويد اطلعنا برا، لكن انت الجيش ده من زمان قاعد، انت كحوساوي تستنفر تمشي الخرطوم زور قاعد زي ده في الاماره بين الناس الو هاي لا لا دي الجداد هاي ده لا لا هاي جايينكم بغالي هاي نعم كويس لا لا طيب هنا تسمع كفتب حاجه جاهزه زي ده تتدربوا قبل بين الناس، الناس طبعا عنده انا زي ده عنده صليب زي ده بس في الكاميرا يعني شايف هسي كده انا دك انا ما في دك انا ما يلا بقوم بخطها كده بس دك 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 فلان دك 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 ده نفر واحد كتر 20 خلي باقي الناس القاعدين مشتتين في الامارات بيدي 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 والطاطسر البي ماشي الزور قاعد في الاماره دك طق كمان في البندقيه بيركبوا لها كاتب صوت قدام كده كويس عندها نظام انا كده كيشك 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 برضو كده دك عشان ما تعمل صوت من العمارة بس تسمع طق الطرقة بتجي بس قك واحد وقع في العربية داك وقع في العربية داك قول لهم انتوا جند اولادكم تعالوا نظفوا لنا العمارات بعدك اطردوهم من برا عشان ننتظرهم برا الخرطوم في النقعة ديك شفتها النقعة بتاعت عبد الرحمن دي بيقعد كده خليهم يمرقوا بس الشارع ما كده عرفور ده خلينا احنا نبلوهم لكن احنا نمشي في العمارات هم قاعدين في العمارات الجنجعيد يبلونا نحن وخالف رجله وباكل المحمر والمشمر يلقطونا هسي عامة الحرب بجور تاني سنة سنتين ثلاثة سنوات ليه؟ لأنه الناس قاعدين قلت لك إلا زي سوريا بس إلا تستخدم سياسة الأرض المحروقة تحرق البلد نهائي ما مروا لكن أخذوا كهوسة كده يعني أخذوا الجولة الأولى وبعد ذاك الله جعله Yeah.
تحياتنا شباب. خليهم زي المستجدين من دارفور قابوا جندهم، قال لهم يا اخي دارين ودوكم الدعم السريع. لما انكتمت مساكين تقول جايين من الدحب ولا من الخلوه، شايلين البوق اللي ده في راسهم، هم ذاتهم في الخرطوم ما عارفين دارين في وين. يمشوا عبد الرحمن يرجعوا بحري، يمشوا بحري يرجعوا الحاج يوسف، من الحاج يوسف يخشوا مايو، ما عارفين ذاته تشوف السوق الشعبي عبد الرحمن وين عشان يمشي يركب الجرارات يرجعوا دارفور. شفتوا الفيديوهات بتاعت إحالة؟ زي شوفوا جايين من الخلوة، زي شوفوا جايين من الداخلية، زي جايين من الذهب بوجك بوجك. فعرات البوج ده دي ما تجدها من راسك. ألبس حاجة نظيفة كده وأعتقد خارج بيتلمع مع المواطنين وأسعارهم براها خارج. يا أخي الناس المواطنين بس بيصوروا فوقهم زي ده. كتر خيرهم في جزء من أبناء الشمال قاموا جابوا لهم صحن بتاعت فتة كده خاطف وخطف. أنا رجالك تمشي منهم. تتذكروا أول ضربة بتاعت كميتي كانوا في معسكر بره كده قاعدين يجندوهم. إلا بوجا جاك بوجا جاك كود مساكين يا شغلة ما معك عليهم مساكين. والناس دي لك تعرف الجزء من أبناء الشمال قبل اليوم ما استنفروا، الاستنفار ده ما جديد، قبل اليوم أسألوا الجنوبين نفس الاستنفار وين الكيكل، الكيكل ما لبت. وأنا أديك من الكلاوي من بيت الكلاوي ده ضرب لي زول من السعودية وقاعد هسي في اللايف ده، ربما يمكن نايم ولا قاعد في اللايف. والله العظيم حميتي عنده بهايم، اسمعوا الكلام ده كويس، وعنده اراضي في البطانه، الكيك الطوارق السما للناس. والمقطع الصوتي الزول الرسمي من السعوديه قاعد لكن ما قدر ارفعه للناس، والله والله على ما اقول شهيد. بعرفه ليه تقسم القروش والحاجات بتاعت حميتي بس. قبل كده قام استنفر وكان في الخدمه الوطنيه ودهم جنوب السودان الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والمجاهدين، فاتوا جنوب السودان أسر الجنوبين. كان قاعد يقولوا شنو؟ قال يا سلام يا بلا يا أخي، لا زي الجون يا أخي حاصرهم زي ده، ضربهم ضربوا من هديد زي ده، لمهم كلهم جدوا السلاح. ووي 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 قال يا سلام بلا يا زي زول من ذكور الشغل ما قال ناس بس كبيرة جرادني ده حبلا إذا قلقهم تجو هنا منو بلا ده ما معروف يا جماعة، ناس دير قاعدين يأكلوا قرقوش وقاعدين يأكلوا كل حاجة. فهذه الناس ناس من ذكروا شكل مانجا دير ما بيأكلوا إيش، ما ضربهم ضربة من حديد، لموهم سلموهم للصليب الأحمر واليو إن وسلموهم السودان. صار الكلام ده أي جنوبي الدم خلينا يا أخي، ما زي اخوتنا دي لما قالت قال لي يا اخي انتوا هنا حرموا عليه الطلاق وبتاع، بس والله ما عشان يا جماعه ما ايش خلوا له خبازين ولا ياكلوا نصه، كمان احنا ما ممكن نحارب لكم وانتوا تمسكوا السلطه، خلينا احنا نمسك السلطه ونحاربوا لي ونحاربوا لكم ننظفوا البلد ونعيشوا سوا. والله جد ما تقدر اسعر الجنوبين، والله جد ما الكلام ما يمشي ساكت. تذكروا الجنوبين لما حصرهم قاعد يقولوا شنو؟ الله خلينا يا اخي.